لان جمهور كتير قوي وصاني ان انا اقوله لحضراتكم للعيبه لعيبه النادي الاهلي اللي النهارده قاعدين بيتفرجوا او دايما الحقيقه بيتفرجوا على قناه النادي الاهلي. فاللي انا بقوله للاعبين كل الناس بتنتظر منكم بذل المجهود باقصى مجهود تقدروا تبذلوه. الاداء الجيد زي ما شفنا كده في ماتش المقاولين، السهل الممتنع اللي تعمل باصتين ثلاثه وبعدين تروح للجون، باصتين ثلاثه وتروح للجون. هي دي كره القدم اللي احنا عارفينها، هو ده النادي الاهلي اللي احنا عارفينه، هو ده الجهاز الفني للنادي الاهلي اللي احنا عارفينه. كلنا عندنا ثقه في لاعيبه النادي الاهلي، كلنا مستنيين منهم بكره ان شاء الله ان ينتهي الدوري بنهايه جيده. هو الدوري بالنسبه لنا انتهى؟ انتهى رقميا. الدوري انتهى رقميا، ولكن الدوري لم ينتهي فعليا، بمعنى ان انت خلاص خلصت الدوري وكسبت الدوري وده اللي مطلوب او هو ده اللي احنا كنا منتظرينه من لعيبه النادي الاهلي في ظل الظروف الصعبه اللي كل البرامج في قناه النادي الاهلي خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا كانت بتتكلم فيها. ولكن مباراه الزمالك دائما ما بتبقى مباراه مختلفه. كان لسه حد بيسالني النهارده بيقول لي انتوا يا جماعه عندكم او يعني احد الصحفيين يعني بيسالني عن مباراه الاهلي والزمالك وايه توقعك لهذه المباراه. قلت له انا دايما مباريات الاهلي والزمالك بالنسبه لي هي مباريات خارج التوقعات، بمعنى ان حتى لو الاهلي كويس او الزمالك كويس ما تعرفش مين اللي هيكسب في هذه المباريات. ولكن قام رد عليا بسؤال اغرب الحقيقه، قال لي انتوا قعدتوا خمس ست سنين بتلعبوا حوالي 16 17 قمه، الجيل اللي انا كنت اتشرف بالتواجد معايا الحقيقه، وكنا بنكسب تقريبا كل المباريات باستثناء مباراه واحده بس اللي هي مباراه لما خدنا الدوري ومانويل جوزيه ريح 13 لاعب وهو سافر والكابتن حسام البدري هو من تولى في ذلك الوقت الاداره الفنيه. اتغلبنا 1-0 اعتقد او 2-0 مش فاكر يعني النتيجه كانت كام، 2-0 وكانت النتيجه النادي الاهلي اتغلب. فقال لي انتوا كنتوا بتفكروا نفس التفكير ده؟ قلت له ايوه، كنا بننزل كل مباراه ان احنا عايزين نكسب نادي الزمالك وعايزين نكسب بقيه مباريات الدوري وعايزين نفرح جمهورنا. حتى يعني لعبنا 16، انا واحد من الناس لعبت مثلا 12 13 قمه او اكتر شويه، كسبتهم تقريبا كلهم، يمكن الماتش ده ما لعبتوش، ومعظم اللاعبين اللي كانوا لعبوا المباريات اكتر ما لعبوش هذه المباراة. ولكن كنا دايما كل مباراة بننزل وحاطين في دماغنا ان احنا نسعد جمهورنا. وخدوا بال حضراتكم، انا لو افتكر برضو ان بعد المباراة دي لما رجعنا خدنا الكاس من نادي الزمالك في ذلك الوقت وكسبنا 4-3، أسامة حسني نجم الاهلي في ذلك الوقت ونجم الملعب الاهلي الان اللي دايما بيبقى معانا موجود في الاستوديو، أسامة حسني جاب جونين لما نزل. فبالتالي اوعوا تضيعوا تركيزكم لو للحظات قليلة، الفرحة انتهت. وده اللي انا لو تفتكروا الكلام ده، شكرا يا سمير، لو تفتكروا الكلام ده انا قلته لحضراتكم، قلت لكم هنحتفل وهنتبسط وهنعمل كل حاجة، ولكن هتيجي يوم السبت هاجي لحضراتكم بشكل مختلف وبطريقة مختلفة تماما. هو ده اللي انا اتعلمته في النادي الاهلي، هو ده اللي انا بشوفه دايما في النادي الاهلي، هو ده اللي دايما متعودين عليه داخل النادي الاهلي، اللي هو ايه؟ اللي هو انت كسبت بطولة وبطولة صعبة جدا 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 وفي ظل اجواء صعبة جدا 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 وفي ظل حروب شرسة ضدك جدا 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 وفي ظل اصابات كثيرة جدا جدا جدا، ولكن هو ده اللي اتعلمته في النادي الاهلي، او هو ده اللي جمهور النادي الاهلي دايما عارفه، ان احنا بنوصل بناخد البطولة، شكرا البطولة بقت في الدولاب، خلينا بقى نفكر في البطوله اللي بعد كده. البطوله اللي بعد كده هي بالنسبه لنا ايه دلوقتي؟ هي مباراه نادي الزمالك. هنخلص مباراه نادي الزمالك هنفكر في مباريات الكاس او لو هيتلعب، يعني انا مش عارف الحقيقه ايه اللي هيحصل في الكاس، لان اتحاد كره القدم كل يوم بحال، يعني يوم يقول لك هنعمل كذا، ثاني يوم يقول لك يغير اللي قاله، وبالتالي انا مش هقدر اتكلم في ايه اللي جاي غير لما نشوفه او لما نشوف حاجه رسمي يعني.